الله. النهارده ميعادنا مع محمود محمد، طالب في اولى طب، يعني من سنه بالظبط كان في نفس الوضع ده، ويمكن في اسوأ كمان، كان في ظروف الكورونا وكده، ولكن تغلب على الامور دي كلها وجاب طبعا مجموع ممتاز جدا ودخل بيه كليه الطب. عايزين نشوف النهارده هيقول لنا ايه ونستفيد منه ايه النهارده باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمود محمد، اولى طب المنيا. اولا كده قبل ما نبدا الفيديو بحب اشكر ميسي محمود خليفه اللي هو منحني الفرصه طبعا ان اكون مع حضراتكم اخواتي في الثانويه العامه، لان كنت واحد منكم السنه اللي فاتت. اولا كده انا اتكلم في الفيديو دوت عايز اقسمه على مراحل معينه. اولا بحب اوجه كلامي للناس المجتهده اللي كانت بتذاكر طول السنه، كانت مراعيه ربنا. انتوا اولا ده اهم شهر في الثانويه العامه، ده اهم شهر بالنسبه لكم. انت لو بتذاكر من اول يوم في الثانويه العامه لحد دلوقتي لحد ما بتسمعني، انت لو بتذاكر 24 ساعه ده اهم شهر. ليه ده الاهم شهر؟ ان انت بتجمع فيه كميه اسئله معينه، بتجيب فيه مراجعات، بتجيب فيه مثلا اكيد انواع مختلفه من الكتب، وتكون مراجعه مع المدرس بتاعك وكده. لازم تحل زي ما قال بعض الزملاء ليا، لازم تحل كميه اسئله كبيره جدا جدا جدا، لان ان شاء الله الامتحان مش هيخرج منها، وده طبعا بشهاده جميع طلاب الثانويه العامه على مدار التاريخ. انت لو حليت كميه كبيره من الاسئله الامتحان اساسا مش هيخرج منها اساسا ان شاء الله، وانت اساسا كده مذاكر، يعني حل الاسئله بالنسبه لك هيكون سهل. مش هتكون مثلا داخل على الاسئله وانت متعجد وانت مش مذاكر وانت ما عندكش نفس الاسئله وكده، لا طبعا انت الامور بالنسبه لك هتكون اسهل بكتير اسهل بكتير. انت اللي ينقصك دلوقتي ان انت دلوقتي تحل كميه اسئله كبيره جدا جدا جدا، وان انت تراعي ربنا، ان اهم حاجه ان انت تراعي ربنا. انت زي ما قلت لك انت ممكن تكون مذاكر من اول يوم في السنه لحد اخر يوم في الثانويه وبتذاكر وبتحل اسئله كمان، بس ما تراعيش ربنا خلاص، يعني خلاص اعتبر الموضوع منتهي. ده احنا اللي احنا فيه دلوقتي ده كرم من عند ربنا، طبعا كرم من عند ربنا، بعد كده فضل الاساتذه الكرام، بعد كده فضل اجتهادنا اكيد يعني طبعا. بس الجزء الاكبر من الفيديو حابب اوجهه للناس المقصره، الناس اللي بيقول الوقت راح، انا خلاص انا ضعت. بص انا عايز اقول لك كلمه واحده، طول ما انت لسه ما دخلتش لجنه الامتحان، طول ما انت لسه ما ركبتش العربيه زي ما بيقولوا عشان تروح الامتحان، فانت عندك وقت. دي حاجه انا ماشي بيها طول عمري، طول ما انت لسه ما دخلتش الامتحان فانت عندك وقت في جميع الظروف، فانت ما تيأس. انت ممكن تقوم دلوقتي، انت لو عليك الماده كلها انت ممكن في الشهر دوت، مش هقولك تخلص 7 مواد، انت ممكن تخلص 18 ماده. ازاي؟ هتقول ازاي؟ انت ممكن بعد ما تقوم دلوقتي، انت لو كل صفحه اخذت منك 10 دقائق انت تخلص اي كميه عليك، اي كميه عليك ان شاء الله هتخلصها بفضل ربنا ان شاء الله. هتقول ما كده ممكن ما الحقش اللي انا ما احلش كميه اسئله كبيره كده، لا انا مش هقول لك ما تحلش، لا اكيد لازم تحل. بس انت مثلا لو قمت دلوقتي وذكرت الباب الاول في ماده كذا والباب الثاني، انت لو ذكرتهم بتركيز مش هتحتاج، ممكن ما تحتاجش زي ما قلت لك. انت هتلاقيني طبعا في كلام كتير بقول لك التركيز، انت ممكن ذكرت الباب ده بتركيز ممكن ما تحتاجش ان انت تحل اسئله. اهم حاجه التركيز، انت ممكن زي ما قلت لك بيكون مذاكر طول السنه وتيجي يوم الامتحان نفسه بيكون التركيز ضايع منك خلاص، وده حصل مع امثله كتيره جدا جدا جدا. اولا مش عايز يكون عندك يأس، زي ما قلت لك تقوم دلوقتي ما تسمع الفيديو تذاكر، ولو عندك وقت تحل اسئله حل اسئله، وربنا ان شاء الله يكرمك بالكليه اللي هو كاتبها لك. انت اكيد طبعا دلوقتي بيكون عايز ادخل طب، عايز ادخل هندسه، عايز ادخل كذا، لا مش انا اعتقد مش لازم، انت ربنا ان شاء الله يدخلك الكليه اللي ليك مستقبل فيها، اي كليه ان شاء الله ربنا يدخلك الكليه يكون ربنا يكرمك فيها جدا. والموضوع مش صعب، الموضوع مش صعب، انت لازم تحط قدامك نماذج معينه، مثلا انت اكيد طبعا عارف نماذج معينه سين وصاد دول، يعني الحمد لله مثلا عندك دلوقتي ميسي محمود لما حب يلجا مثلا لدفعه معينه عشان تعمل لكم فيديوهات، لجا لدفعه معينه سين وصاد. بس انا حابب اقول لكم ان انا وكذا وسين وصاد دول احنا مش احسن منكم خالص. الموضوع كان اجتهاد
وزي ما قلت لكم طبعا بعد فضل ربنا وقال من الاساتذة الكرام احنا مش احسن منكم، مش احسن منكم خالص. انتوا لازم تقوموا تذاكروا، وانتوا ان شاء الله السنة الجاية تكونوا مكاننا ان شاء الله. طبعا انا في اخر الفيديو حابب اشكر اسمي محمود خليفة، وحابب اشكر الجميع.